النهاردة هنعمل مع بعض خبز الحليب بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات سهلة وبسيطة. نبدأ ونقول بسم الله ونشوف مع بعض المكونات. معانا 4 كوبايات من الدقيق، معانا 1 كوباية من اللبن، نص كوباية من السكر، 1/3 كوب من الزبدة، بيضة، 3 معالق كبار من اللبن البودرة، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة. وتعالوا نشوف هنجهز مع بعض الطريقة ازاي. في البداية هناخد الخميرة هننزل بيها على اللبن، واللبن بيكون دافي بالشكل ده، وبنجيب العجان وننزل بالدقيق وعليه السكر واللبن البودرة والبيضة، معلقة الملح الصغيرة والزبدة ونخلط المكونات مع بعض ونبدأ نشوف. وطبعا هنا بعد ما خلصنا الدقيق والمكونات مع بعض نبدأ ننزل عليها باللبن والخميرة. ونرجع نشغل تاني. طبعا ده شكل العجين، بنحتاجه بالشكل ده، بيكون طري. طبعا بناخد شويه من الدقيق ونبدا ننزل بالعجين بالشكل ده. طبعا العجينه بتكون طريه وبتلزق في الايد شويه، كل ما تكون طريه كل ما النتيجه بتطلع معانا هشه وتكون مظبوطه. طبعا نبدا نعجن العجينه بالشكل ده. طبعا بعد ما لمينا العجينة بالشكل ده وبقى ده شكلها وده ملمسها، نبدأ نجيب بولة فيها شوية من الزيت، حاجة بسيطة، ونحط العجينة لحد ما تخمر معانا ونرجع نكمل مع بعض. وطبعا هنا شكل العجين بعد ما خمر معانا وبقى بالشكل ده. نبدأ ناخد شوية من الدقيق وننزل بالعجين، نرش شوية تانيين ونبدأ نفرد العجين مع بعض. نبدأ نفرد العجين بالشكل ده. طبعا بعد ما فردنا العجين بالشكل ده نبدأ ناخد العجين كده وكده وبالشكل ده، نبدأ نفرد تاني. طبعا هنعمل الخطوة دي 4 مرات بنفس الشكل ده، نفرد ونتني ونرجع نفرد تاني 4 مرات ونكمل. طبعا دي تاني مرة خدها بالشكل ده. طبعا دي تالت مرة نفرد فيها العجين. وطبعا ما بين كل مرة ومرة بنحاول نسيب العجين انها ترتاح 5 دقايق عشان نقدر ان احنا نفردها. ونفردها تاني، دي رابع مرة ونكمل مع بعض. طبعا دي رابع مرة نفرد نعمل فيها العجين بالشكل ده. نبدأ ان احنا نتنيها بالشكل ده ونسيب العجين يرتاح ربع ساعة ونرجع نكمل مع بعض. وطبعا بعد ما سيبنا العجينة ترتاح ربع ساعة نبدأ نجيب ميزان ونقطع العجين بالشكل ده ونوزن كل كرة 60 جرام. وطبعا اللي ما عندوش ميزان يحاول ان هو يقسم العجين كوريات متساوية. نشوف مع بعض. طبعا ده شكل العجين من جوه،
الطبقات اللي عملناها بالشكل ده. طبعا بننضف من الشكل ده. وطبعا بعد ما قسمناها كواريات متساوية نغطيها لو ترتاح لمدة 10 دقايق ونرجع نفردها مع بعض. وطبعا ده شكل العجين بعد ما خمر معانا شوية ربع ساعة تاني. نبدأ ناخد العجينة نفردها بالشكل ده. ناخد الطرف ده على الطرف الثاني نبدأ نفردها. طبعا بنفردها بسمك رقيق جدا على قد ما بنقدر بالشكل ده. ونبدأ ناخد من الطرف كده ونلفها بالشكل ده رول. طبعا ده بيكون الشكل بتاعها. طبعا ده شكلها بعد ما شكلناها. نسيبها تخمر ولحد ما يتضاعف حجمها وندخلها الفرن. ودلوقتي هنجهز مع بعض خليط اللي هنكلم بيه الوش. بنحتاج معلقة من اللبن البودرة، معاها ربع معلقة من القهوة سريحة الذوبان، وشوية من اللبن، ورشة من الفانيليا السايلة. ونخلط المكونات وندهن بيهم وش الخبز الحليب. وطبعا بعد ما خبز الحليب اختمر معانا نبدأ ندهن الوش بتاعه. بالشكل ده. وطبعا هنا بعد ما دهنا كل الكمية معانا هندخلها الفرن لدرجة حرارة 180 ساخن مسبق على الرف الأوسط ولمدة 20 دقيقة و5 دقايق نشغل فيهم الشواية تاخد لون ونطفي تحت ونشوف بعد ما تخرج من الفرن. وطبعا ده شكلها اول ما خرجت من الفرن. نغطيها 5 دقايق ونرجع نشوفها مع بعض. طبعا ده شكلها بعد ما سبناها انها ترتاح شوية. طرية جدا ده القلب بتاعها من جوه بالشكل ده. طبعا ده الشكل النهائي بتاعها وده القلب بتاعها. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.